الارضيه نبطلوا الدواء والماء في بالقصعه، هذه انتاج نتاع فليك صيد ويتباع في نيمبورتو من منا وماله فين يتباع. انتاج انتاج وسائل انتاج فهمني هي الوحده هذه موجوده هذه. تقول لي انت راه خصوصيه الصيد البحري كونه هو ينجم ياخذ الوحده نتاعو لي سيرفيس نتاعو نيمبورتو. تقول لك راه لي سيرفيس نتاع الاصلاح ومتاع معناها حمايه المنشات نتاعو اللي هي الشباك والحكايات هذيك وتنزيل الوحده نتاعو معناها تتعمل ابروكسيميتي نتاع اللوكاسيون فين هو يرسي فهمني ما تعملش لبرا. دونك لهنا سي اوتر شوز مش كيما يعبي مزوط كيما يصلح فلوكتو نحكيوها بالطريقه هذه. دونك احنا كي ناخذوا لي بارامتر الاولانيين اللي تبنات عليهم الدراسه غالطين اسكو نعتمدوا من بعد على الدراسه معناها صحيحه؟ لا ما قلناش احنا فهمت هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه حاجه ثانيه وقت احنا نطلبوا نقولوا راهو فما خمسه مطار سي رضا باش نجيك الكلام نتاعك او كاتبوا راهو ديجا هما خمسه مطار حمايه الميناء من التموجات اللي هي معناها شو كلامي كلامي نرجع لك انا تقول فيها دائره وحدا ذاك يسلك قالوا هذه لا عاد تخيل حشيت حكينا فيه انت حاضر ممكن سي رضا لكنه خيال ماهمش حاضرين يظنوا على كل حال انا حبيت معناها جزء هو حاب يصلح معلومة قلتها الاخرى دخول كونه احنا في سهاله مع ناس شكون يطلع الحرب يقعد تفهير ومع ناس شكون يجيب الحوت انتم ودي تعرف سيدي بلال الكلام هذا يا اخو خالد وتعرف الاخ كونه غال كونه البحر اللي عندنا توا 12 13 وحده تصيد بالاضواء يطلع ويصحى ياخذ من تفهير وقت تجيب الحوت نتاعو يهبط الصياده ويتعدى في الكوام ويذبح الكوام يهبط في الكيم تاع صياد يهبط في الكيم تاع صياد يدخل للصياد ويخرج بالواحدة باش نفهم عندك تعرف انا حبيت عندي الارقام ونعرف ما يهبطش في صياد يهبط في صياد كمية صغيرة من يهبط ديريكت ويهز في كمية في 8 كي يهبط كمية كبيرة يهبط في القربة 400 درار اليوم هبطوا في صيادة الوحدة برا 400 درار كمية لكن انت يوكي وشاف خذ مسروق يا ودي يا سيدي فرنو كيردو نحكي نحكي فرنو كيردو نحكي نحكي فرنو كيردو سيدي اصلا عندي سيدي عندي سيدي سيدي حتى نمشي ندور فين يقعد يا سيدي انا ندور للدومان بوع عشان بحر فهمتي وين نمشي يقعد يقعد عند الصفحة ياخذ بلاصته يحطوا على بطعوته كيف مش كيف مش كيف دوبي اي نعرف ايش يقول بيش دوبي ما يسير تقلتوا عنده عام ما طلعش بدوره عليش ما عنده عام ما تصدقش يطلع بدوره عليش حتى ما قدرش الناس يدي بس انا عمش نقول فما بالالاف واكثر من الالاف سامحني يا سيدي الا هما عندهم الحوت نتاعهم السرقوا ونشوفوا على على حد بيت احنا شو استفدنا بيه انا كبلديه تو خمس سنين شنو ندخل بيه تو خمس سنين كبلديه شنو ندخل هكا لازم نعرفوا شنو من جهه
تدخل فيه. اما كيف تقول لي فماش فماش مشروع نتاع رافع مسائل مشكلة في السياسة المشاريع المتصلة
والشبكات مثلا نوناس كذا ربنا وين ضو الماء شبكات ربنا المختلف وتسكي هذاك اي حطوا لهنا حطوا مع الاشاره لان ما نقطه وحتى تو هي يعرفوا اللي هو نوناس حتى مش اخراج اخراج مصب تحويل مصب واد تحويل مصاد مصب واد السكلي من مسار واد السكلي تحويل مسار واد السكلي من وابعاد المصب من تحويل مسار واد السكلي خارج الميناء خارج حوض الميناء من قبل وزارة التجارة لا احنا تو من قبل من بعد يصير تابلو فهمتني من واحد ويحطوا المسؤول شكون فهمتني كيف هيك وقتها يحطوا واني تو بالنسبه لي حتى معناه مع المسؤولين الجهويين مش نقول لهم راهو له ناس تم استدعائها وما جاتش. هي متعهده وطلبنا منها باش تعطينا لافي. دراسه تعمل. تو جهويه تو مازالوا ما عطوناش الريزلتات نتاعها ونورمالمون بعد 10 ايام يعطيونا الريزلتات ما عطوناش الريزلتات. بلك شي راه ماشي البرلمان بلك شي راه ماشي شوف مع سيد الوالي شوف مع سيد الوالي هو تو حسب يقول سي مكان يقول جاد خبراء وعملنا دراسه وعطينا فعلا سيد وزير فيما يخص تحويل مواد السكن حتى ما عندناش برشا عندنا مكتب جاد مدير العام جاد مدير العام مره اخرى فما واحنا بالنسبه لينا ان شاء الله زاد بينتو باش نعملوا باش كان تحبوا تخصوا من توا ريونيون متابعه نتاع الحكايه دي معناها بعد شهر والا بعد
احنا نشوفوا شنو الوقت التقدم نتاعها. كان تحبوا نخليها هكاك وبعديك نتعلم. احنا بالنسبه لنا او شنو صار بالضبط، فما ان كوميسيون معناها المقرر نتاعها قاعد يطلع تو، كوميسيون معناها مينستريال مصاحب فيها السيد الوزير في تطوير ميناء سيدة، فيها المجتمع المدني هذا فهمتي، وفيها خيال من الادارات، والمقرر معناها خرج من بيرو السيد الوزير باش يدخل للشؤون القانونيه بينتو. دونك الفاسون بارتيسيباتيف اللي انستيتيوناليزي فهمتني، باش نبدا معناها نبدا واضحين. لجنه الدراسه التوسيع، لجنه التوسيع الوحده بالضبط تو نقول لكم الاسم نتاعها بالضبط، لا مش متابعه باش نعطيكم البيفي نتاع السيد الوزير شنو كتب بالضبط فيها، باش هكاك احداث لجنه متعدده الاطراف فيها اداره النواب ومهنه وتنسيقيه لمتابعه وضعيه ميناء الميناء ومتطلباته التنمويه. هذا هو قاعدين نعملوا فيه تو. بون قاعدين نعملوا فيه تو في اطار لجنه، هو على كل حال العنوان بتاع اللجنه هذه اسمها تطوير جديده. سي رضا ممكن حاجات هذه لا هي مش لا لا جديده من قبل كل جديده. سمعتوا من كنت مش مرين ولا ما تسالنيش انت نفسك انا شو قلت لي ما نعرفهاش دوك تجيني. لا احنا اعطينا للسي سلامي اعطيناه نسخه لسيادتك يعني راهو نجم تجي باش واحد اللي قلت اداره نحترم اللي راشي قلت له بعث لي السيد الوزير يقول لي هذا كذا انت تفاجئ باش تسمع هذا بس يرسم فما ابو كليل هنا طيب هذيك الاحداث وكل شيء ماذا بينا تتوضح داخل الاداره والا بما في ذلك هذاك البيرو ديتيود هو تو يعطينا الكومبيتون اون فا ايتابلي لخيان خلينا معناها نديك الوحده. فما برسبكتيف، فما برسبكتيف مقترحينها معناها هي حل نراه اني معناها ما فيش مشكل الا كونه الترك لا اللي انت معناها طالب باش تعملها ريتو البارتي فين فما الواحد فين فما شو اسمه ذاك المجمع البارتي هذيك هي ديجا معناها مردومه وديجا فيها مشاكل وكل في وسط الميناء، نجم هذيك تاخو هي تردمها كالبارتي من الكي العايمه هذيك حتى للكي السكوندير هذيك البارتي هذيك قال لك احنا نعملوا فيها هي التربلا فهمني، وفي اخرها نعملوا فيها الدارس تلفاسون الدارس الخدمه الكل تجي في ارض نتاع الميناء في وسط الميناء فهمني. البرسبكتيف هذه اللي اقترحها الخيال في التجهيز قال لك تسهل علينا الدراسه، سهل علينا الدراسه في عوض احنا نخرج وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ونزيد معناها نشوفوا لان بيو وتولي دراسه نتاع سوسيو ايكونوميك وهل نوسعوا ولا ما نوسعوش. قالت لك احنا بالنسبه لنا اذا كانت تاخذوا كالبرسبكتيف هذيك اللي هي تردم اون بارتي اللي هي من البسان من البسان في وسط البسان فهمتني. التلفزيون هذيك معناها بون هي قداش؟ 80 على كذا فهمتني؟ انا اتوندون بعد نجموا احنا نطالبوا من وقت اللي يصير البروجي نتاع الاكستنسيون نتاع لابار الى اخره نطالبوا بيضم جزء من الواحد هذاك فهمتني لحمايه الشريط الساحلي وناخذوا منه جزء معناها للدومين بورتيير يتنجم تكون اسهل. كل الحلول اللي تكنيك مو فلابل موافقين عليها واللي احنا نبيو حاجات مرحبا بها. هذا هو معناها احنا تو مدام بارك الله فيك على النصيحه نراها اذا كان هذه تسهل لنا اذا كان تسهل لنا الوحده. نشوف حاجه اخرى عندك لي بارك اللي هما تو ديجا يا كوست غاديك انت باش تحل لهم مشكلتهم اذا كان باش تخلي لهم البارتي باش تعمل الكي داكوستاج نتاع لي بارك دوكما باش توسع انت في الواحد تولي تاخذها بعين الاعتبار اللي عندك مونكا غاني معناها عندك بارتي اللي هي مش تعملها تولي تزيد تضمن اللي كونه فما معناها بارتي لازمها زياده معناها تزيد في طول معناها ارصفه الارسال من البلايص اخرين وتولي تحل المشكل.
مشكلة نتصورها إذا كان هذه العملية هذه تحل لنا مشكلة فهمني، وخاصة تسرع لنا في الـ في الـ في البروجي ما نتصورش تكون معناها عندها امباكت نيجاتيف. وهذه راهي تدخل في ليتود وبعديك باش يصير فيها نقاشات مع تو جنب البار جنب الصالة مش فما تصنيف عليه فما اي نجم تطلب اخي في القاعدة طلبوها لعبيد واخذت المقالة بعد علاش ما تكونش مثلا الحيطة اللي موجود غادي نحن يولي وزيادة الصالة غادي نحن الصالة زيادة الصالة على كل حال هذا نعمل تقسيم ولسم الحديث لزميل لزميل كل حسينه في الليست بريزونس نبعث لكم الليله برميز يسالش ها واش فيهم سيناتور لا ما فيهمش سيناتور لحد لا الواحد ماشي مشكله هذا متفاهمين عليه احنا هذا الدروب شفناه ها سي رضا متفاهمين الناس كل شكون معناها عنده مضيف لهنا توا كل المومون سي محمد الناصر عاود حمايه البناء من التموجات اضافه ارصفه ارسال احداث بنيه تحتيه للرافعه 150 طن اقتناء رافعه 150 طن احداث ارضيه بنائيه لصيانه المراكب وتقديم الخدمات ترميم وتهيئة المنشآت والشبكات المختلفة تحويل مسار وادي السكري خارج حوض الميناء واضحش؟ واضح؟ عندكم مش مثلا سوق تحبوا توسعوه حاجة تحبوا تعملوا حاجة سوق سامة لا تعالش يبين الحاجة اي شنو معنى؟ توسع بيه؟ دراسة نقولوا احنا إمكانية إنشاء بنية فوقية سي هكا تسمى سوبر ستركتور شو يسمى بنية فوقية أي معناها دراسة مراجعة معناها البنية الفوقية سوق السمك البنية الفوقية لسوق السمك و والفضاءات خلق فضاء لتقع الشباك أحداث فضاءات لي شنو لا نوستالجيا شنو يسمى الانزال هكا لا هذاك سباد السوار كيتوسع معناها يعاود يتوسع اي نسلمو لقيت واحد هو يعمل مثال واحد بالتشاور مع الخصوصيه المينائيه اما سي حسين بالنسبه للمراجعه هذيك ايش معناها احنا تو عندنا البنيه الفوقيه اللي هي فيها السوق نتاع السمك ولا فيها البلايص اللي يعملوا فيهم يربحوا فيهم الواحد اللي هما علاش تقولش توسع 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 ترميم بين فيها ولا تهيئه توسع تهيئه وتهيئه واعاده تهيئه فضاءات وتهيئه البنية الفوقية لسوق السمك وفضاءات سوق السمك سوق السمك تو هذا يكون حكايه بالنسبه لنا موجود في وسط الحرم نتاع البور ما فماش اشكاليه مادام نتاع سورتي من الحرم نتاع البور ولا حاجه ما فماش تو بالنسبه لي بوان هذوما موافقين عليهم الناس الكل داخل الحرم ما فماش اشكاليه خرق العاده معناها شنو ناقص تو معناها بارا لا شنو نرجعوا
ناقص نقول لكم بارك الله فيكم نتاع الاستقبال وعلى الاهداف الصباح حق لي نجي جيران شويه باش نقول لكم مرحبا احنا هنا في الديرة مفتوح كان نحبوا مرحبا بكم احنا هنا في الديرة بارك الله فيك عندك عندك الدار لا خويا الدار بعدا نجي قاعدة ريستورون تحب في الدار في الدار مرحبا والله يقوم مش يشوفها بتاعك جماعة تطلع هاك البحارة والله انا امبارح برك واحد قال لي بلاها تيجي بنت شوف شنو نعملوا له قلنا اه الطرف بتاع ليه ذكرني في اسمك ذكرني في اسمك 15 عبد الزهر